والله يا فندم، احنا عاملين الموضوع سهل وبسيط جدا عشان نبقى بندعم كل الناس، يعني اللي عندها وعي تكنولوجي او اللي ما عندهاش. فعشان كده احنا عاملين 3 قنوات. اول قناة هي انه يدخل على البورتل، على الموقع اللي تم الاعلان عنه قبل كده. الموقع ده هيقدر يدخل يسجل فيه بعض البيانات الديموغرافية، يعني الاسم مثلا، تاريخ ده الميلاد، موقع الرقم أسفل القومي. المقاطعة، ده موقع مختلف عن وزارة الصحة، عن موقع وزارة الصحة. طبعا يا فندم، ده موقع مخصص لمنظومة تلقي فكرنا لقاحات بيه معلش يا كورونا، باشمهندس. اللي هو egcovac.mohp.gov.eg. معلش تاني هكتبه مع حضرتك، اي جي egcovac ايوه dot دوت mohp اتش بي مهم. dot gov gov ايوه dot eg. طيب احنا هنحاول برضو يعني زملائي يكتبوه على الشاشة لكل من يعني فاتته فرصة انه يتعرف على هذا الموقع، ده اللي هيبقى متاح للمواطنين انه يدخلوا عليه يسجلوا بياناتهم وقت ما يفتح الباب للحصول على اللقاح. فاتفضل حضرتك، كنت بتقول هيبقى مطلوب منه في البداية معلومات بسيطة. بالظبط، شوية بيانات شخصية زي الاسم، الرقم القومي، الموبايل اللي نقدر نتواصل معاه عليه، شوية مجموعة بيانات شخصية في الأول، ثم شوية بيانات عن هل عنده أمراض مزمنة، طب هل عنده لأدوية حساسية لأدوية معينة، طب هل لو هو مريض مزمن المرض المزمن ده مستقر، يعني لو عنده ضغط مثلا وبياخد مستقطع. دواء ضغط، مقاس الضغط بتاعه كويس ومظبوط، ولا على الرغم من انه بياخد دواء المقاس مش مظبوط، وهكذا. شويه بيانات كل المواطنين عارفينها وسهله وبسيطه يعني، بس بناء عليها بيتم تحديد الاولويات. فبالتالي بعد التسجيل السيستم اوتوماتيك بيروح مرتب طبقا للسكورنج سيستم اللي اللجنه العلميه عاملاه، انهي الاولى ثم مين تحتيه ثم مين تحتيه. بمعنى لو انا عندي 2 مواطنين مثلا، واحد عنده 3 امراض مزمنه، قلب وضغط وسكر، واحد عنده سكر بس، فبالتالي الطبيعي ان يكون الاولى هو اللي عنده 3 امراض. حتى لو طيب سنه أقل. ما هو لسه كنت لسه هقول لحضرتك حالا، في فاكتور تاني السن. واحد عنده 75 سنه وعنده مرضين مزمنين، واحد عنده 34 سنه وعنده مرضين مزمنين، يبقى طبيعي ان يكون الاولى للشخص اللي عنده 75 سنه. الكلام ده بيتم الكتروني من غير تدخل بشري، هي قاعده رول كده حطيناها جوه السيستم، بناء عليها هو بيروح ماسح كل الناس اللي سجلت ويفلترهم ويرتبهم بالترتيب الأولوية طبقا للترتيب العلمي اللي اللجنة العلمية أقرته دون تدخل بشر. دون تدخل بشري على الإطلاق.